من فات داعش نخاف انه نطلع وكانوا يهددونا بالقتل وبالسلب وبالنهب، فنخاف نطلع انه بداعش. يعني اذا كنا نطلع بتنكاي صح انه الجوامع امتنعت حتى انه تنادي السحور قبل اذان، فخفنا نطلع، خفنا انه يعني ابسط شيء عندهم هي الطلقه قبل يقتلك ويزتك، فخفنا انه نطلع بهذا الدور. والحمد لله ما بعد تحرير الموصل 2018 بلشت بهذا المشوار وبلشت بهذا المشروع كدور مسحرتي. اطلع الى المدينه القديمه كلها لان تعرف انت هذا الشيء محظور عندهم، فمن افوت انا كدور مسحرتي العالم كله تطلع، خاصه ان كان شباب وان كان شايب وان كان طفل وان كان مغه كبيره، فكلهم يطلعون ويرحبون بي ويستقبلوني بتمغاي ويستقبلوني بزلابياي ويستقبلوني بقلاص ماي. والله تاريخ المسحرتشي يعتبر من الإرث القديم، يعني ترجع إلى عشرينيات القرن الماضي أو مخلفات الدولة العثمانية. يعني تعرف في ذاك الوقت ما كان أكو أجهزة اتصالات ولا كان أكو هذه مكبرات صوت، فكانت الناس تستخدم المسحرتشي، وكان يعني يمتهنها واحد من المنطقة بحيث يأخذ على عاتقه إنه يفتر على الناس إما بطبلة أو كان يدق على أبواب الناس يعني بالليل حتى يقعدهم على السحور.